وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن. حياك الله دكتور عبد الله، كما تعلم بأن هناك علاقات اقتصادية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين وهي علاقات قوية، هل تحدثنا أكثر عن ذلك؟ مرحبا تلفزيون البحرين، ومرحبا بالبحرين في يوم الوطن، يوم المملكة العربية السعودية والمنامة تعانق الرياض. أخي الكريم، المملكة العربية السعودية تعيش حلم كما تكرمت في تقريركم أرض الأحلام. لو نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية البحرينية، وهما دولتين يجمعهما المصير الواحد والدم الواحد والأخوة، سنجد إن من العلامات الفارقة جسر الملك فهد وجسر الملك حمد الذي سيكون إن شاء الله امتدادا لهذه العلاقات الاقتصادية، سواء كانت في المجال التجاري أو الاستثمار أو التنقل. بالإضافة إلى هذا، هناك المجلس السعودي البحريني المشترك لبناء أسس وتعاون ونهضة لمنطقة الخليج كافة ومجلس التعاون الخليجي. فإذا النظرة الكلية للاقتصاد أو النظرة المستقبلية هو اقتصاد تكابلي أو اقتصاد تشاركي امتدادا للأرض والعلاقة والشعبين. المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن، شكرا جزيلا لك. كل عناصر نجاح موجودة داخل المملكة العربية السعودية، الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي، واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي لوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم. هؤلاء 70% لديهم شغف وطموح كبير جدا، ولديهم الحرص والدقة والاحترافية والذكاء العالي جدا في تحقيق المستحيل. سوف يخلقون بلد آخر مختلف تماما، سوف يضعون بصمتهم في العالم. أنا واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم.